إذن تستميت الصين في مسألة استعادة تايوان، ويرفض الاستقلاليون هذا الأمر جملة وتفصيلا. لكن لماذا؟ لأن الماضي القريب فيه الكثير من الدروس، تجربة هونغ كونغ وماكاو، دولة واحدة ونظامان. هذا هو شكل العلاقة الذي اختارته الصين مع المنطقتين، علاقة يدافع الرئيس بينغ عن نجاحها الكبير ولا يرى سبباً لاستبدالها، فالأرقام تنصفه. سنركز على هونغ كونغ بالتحديد. أدركت بكين أن المنطقة قد تكون إحدى دجاجاتها التي تبيض ذهباً، فهي مركز مالي وتجاري، وإبقاء بواباتها مفتوحة على العالم بالطبع يخدمها. يكفي هنا أن نذكر أن الجزيرة مثلت طوق نجاة لكثير من المصدرين الصينيين فيما يتعلق بالرسوم التي فرضها ترامب، وكان الأمر بغاية البساطة، إنشاء شركات فرعية في الجزيرة والتصدير عبرها استغلالاً لوضعها الجمركي الخاص. في المقابل، هل يحق لهونغ كونغ أن تشكو اقتصادياً؟ إطلاقاً. نسبة ضخمة من استثمارات البر الرئيس الصيني ذهبت إلى المنطقة، رقم مهول، نتحدث عن حوالي تريليون دولار أمريكي. إذن أين المشكلة؟ لن يتعامل التنين برقة الحمائم إن اخترت الخروج عن قوانينه، وهذا ما حدث في 2019 خلال الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديمقراطية، مثلت لحظة سياسية فارقة في المدينة. كشفت بكين عينها الحمراء، فرضت قانوناً شاملاً للأمن القومي على المدينة في 2020، اعتقل بموجبه الكثيرون من النشطاء ومؤيدو الاستقلال التام عن بكين. تبنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام حينها وجهة النظر الصينية عن القانون، قالت إنه أنهى الفوضى وجلب الاستقرار وفتح طريقاً إلى ازدهار التنمية. هذا هو الوضع. كانت هونغ كونغ نمراً زادته الصين قوة ومنحته جناحين، لكن بشرط أن يدور في الفلك الذي تحدده هي.